تكون في إطار دينامية منتدى جمعية تارودانت، تم عقد لقاء مع الجمعيات الفاعلة من جمعيات ثقافية وتربوية واجتماعية وبيئية وفنية ورياضية وإعلامية بالمدينة، بحيث تم التداول في مجموع القضايا المتعلقة بتدبير المرافق الجماعية الموجهة لهذه القطاعات بشكل أساسي، وخصوصا وأن الظرف يعرف فتح جوج من دور المواطن، الأول بمنطقة الأسطاح والثاني بحي سيدي بلقاس، وكذلك يعرف التحضير لفتح المركب الثقافي الذي يعتبر معلما من بين الفضاءات الثقافية الكبرى بالجهة. ففي هذا الإطار تم التداول مع الجمعيات في طريقة تدبير واستغلال هذه الفضاءات وتنشيطها، ثم كذلك تمت مناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية خصوصا المتعلقة منها بالإعلان عن طلب المشاريع الذي يتم تحضير له إن شاء الله في غضون شهر مارس المقبل، وكذلك محاولة تقييم المرحلة الأولية من بداية إنجاز المشاريع، موضوع الإعلان عن طلب المشاريع الأول الذي انطلق في بداية هذه السنة وعرف في السنة الفارطة بعد التعثر الناجم عن تأخر ترخيص بفتح الحساب الخصوصي المعروف بصندوق دعم المبادرات الجمعوية، الذي كان نتيجة أساسية وخلاصة هامة من خلاصات الدورة الثالثة لمنتدى جمعية تارودانت. ثم كذلك فيما يتعلق بالمنتدى، دائما كان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الإجراءات التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للمنتدى، والتي ستكون دورة بالأساس لوضع الخلاصات الأساسية للمشاريع المنجزة من طرف الإقطاب، ثم كذلك محاولة إدماج قطبين أساسيين التحقا بالمنتدى بعدما كان المنتدى موزع بين أربعة أقطاب، اللي هي قطب الثقافة والفن، قطب الطفولة والشباب، القطب الاجتماعي البيئي، والقطب التراثي الحرفي. انضم وانخرط في المنتدى مجموعة من الجمعيات توزعت بين قطبين جديدين، هما قطب الإعلام والتواصل وقطب القطب الرياضي. ففي إطار هذا التحضير وفي إطار هذه الدينامية تم الاتفاق باقتراح من البلدية على أن يتم توزيع الاشتغال في هذه الفضاءات حسب الأقطاب، فسيكون بمعدل قطبين عن كل فضاء من الفضاءات. القاعات والفضاءات المتواجدة بالخزانة تكون فضاء الاشتغال قطبين، نفس الشيء بالنسبة للفضاءات دار المواطن الأسطاح ودار المواطن سيدي بلقاس. هذا كله يندرج في إطار الخطة والاستراتيجية التشاركية التي نهجتها البلدية في إطار علاقتها بالمجتمع المدني وبالأخص بالجمعيات الثقافية والفنية والاجتماعية، والتي انطلقت بداية 2007، وعرفت الانطلاقة الرسمية في أواسط 2007 بتنظيم أيام التنمية المستدامة، وبعدها مباشرة في 2008 تم وضع اللبنات الأساسية للدورة الأولى لمنتدى جمعية تارودانت، وها هي الآن تستمر في إطار تحضير للدورة الخامسة إن شاء الله. أكيد أن كل مشروع طموح وكل مشروع من هذا الحجم قد تعيقه مشاكل ويجد عقبات بالضرورة، فمن المشاكل الأساسية التي يمكن أن تعترض هذا النوع من الشراكة ما بين الجمعيات والبلدية هي أولا تفاوت مستويات الوعي بالجوانب القانونية عند بعض الجمعيات، وكذلك نوع من الثقل في التعامل مع الآجال ومع الزمن الإداري بالنسبة للجمعيات، بحيث مثلا بالنسبة لضبط لائحة الجمعيات المستفيدة من المنح تعاني مصالح الجماعة من واحد النوع من الثقل أو نوع من
التأخر بالنسبة للجمعيات في موافاة المصالح بملفاتها القانونية اللي تعتبر وثيقة أساسية لتتوصل الجمعيات بالمنح. فهذا النوع من التفاوت والتأخير يؤثر شيئا ما على إنجاز بعض المشاريع للجمعيات، ثم كذلك نوع من الثقل فيما يتعلق بالاتفاق حول المساطر والأرضيات لتكون موضوع مشاريع مشتركة ومتفق حولها من طرف الجمعيات، يجد بعض الصعوبات تعود بالأساس إلى الاختلاف بعض الأحيان في وجهات النظر من طرف بعض الجمعيات، لكن الرغبة والنوايا الحسنة والمواكبة لما فاتئ رئيس مجلس البلدي يعبر عنها لكل هذه المشاريع ولكل هذه الدينامية منذ بدايتها، جعل أن كل هذه العقبات وكل هذه المشاكل تبدو في كل المحطات هينة وتبدو لا قيمة لها أمام هذا الطموح وأمام هذه الأهداف النبيلة وأمام هذه الشراكة المفتوحة والنموذجية ما بين البلدية وبين الجمعيات المحلية. المطلوب من هذه الجمعيات هو أولا تجسيد روح الدستور اللي هي مبنية على التشارك ما بين المؤسسات ديال الدولة بشكل عام وما بين الجماعات الترابية بالخصوص وجمعيات المجتمع المدني. ثم كذلك اللي مطلوب من هذه الجمعيات هو أنه بما هي جمعيات تعبر عن 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 الإحساس وعن اليومي الذي يعيشه المواطن، وهي الآلة الصياغة ديال الأفكار والمشاريع ديال الفئات والقطاعات والمجموعات الثقافية أو الفنية أو حسب الاهتمام. فبالضرورة المطلوب منها هو أنه دائما يجب أن تبحث عن الحدود ديال التوافق والحدود الدنيا لما يمكن أن ينجز، وأن تشتغل في المجال المشترك، وأن تبحث عن الشراكة دائما مع المؤسسات لا أن تبتعد عنها، وأن تقترب من الإدارة وأن تغير نظرتها عن الإدارة. فالإدارة في القرن 21 ليست هي الإدارة التي ما فتئت تسكن بعقل بعض المواطنين، وما فتئت تعتبر على أنها مجالا مغلقا وفضاء مغلقا لا يمكنه الوجوه. فالإدارة الآن لا بمنطوق الدستور ولا بحسب التوجهات الرسمية التي تعرفها البلاد الآن، الإدارة هي إدارة يجب أن تكون مفتوحة ويجب أن تكون في ملك الجميع، ويجب أن تكون الولوجيات الثقافية والنفسية لها مشرعة الأبواب أمام كل المواطنين، فما بالك بالجمعيات. شكرا.